السلام عليكم. دلوقتي بقى نصيحة مني كأخت لكل الستات أو كل واحدة متجوزة وأم وكده، لو جوزك جه ضايقك ولا حاجة استحملي، يعني استحملي استحملي، ده حطي جوه عينيكي، ده أبو أولادك، حافظي عليه، كركب الدنيا ولا حاجة مش مشكلة، وخلاص اوعي تتضايقي ولا تعصبي. فداكي حبيبي روق، خش انت اقعد في اوضتك كده، خش في الاوضه وانا روق مطرح ما كنت قاعد، شيلي بس جوه عينيكي ولا تضايقي نفسك بقى وتعصبي نفسك. ليه ليه ده ابو ولادك، ليه تعصبي وتتخني معاه ولا تضايقيه؟ ليه ولا اي حاجه، خلاص ليش نفسك ولا تضايقيه كده. الحزام ده مش عارف، في حاجه غريبه حصلت، مش عايز يجي على الوسط بالظبط، فانا قلت ايه اشوفك بس كده، معلش شوفي لي الحزام. معلش. السلام عليكم يا جماعه، والنهارده كنا بنتكلم في موضوع اللايفات اللي كنا بنعملها في مشاكل الاسره، وان ازاي الواحد يحافظ على بيته ويحافظ على اسرته ويخف على الكيان اللي هو عايش فيه، واهم شيء طبعا انك انت تكون عارف انك انت مربوط باسره ومربوط ببيت، ودايما تحافظ على صله الرحم اللي بينك وبين زوجتك، واهم شيء لو في اولاد وفي اطفال يا ريتك تخلي بالك منهم، وبلاش تودي المشاكل الاسريه انك انت تضيع يعني البيت. فيا ريت كل راجل او كل ست عندها مشكله في حياتها ومجنونه شويه كده تحاول تخف وتهتم بنفسها، وربنا ان شاء الله يكرم ويسترها علينا اجمعين ويبارك لنا في اولادنا. شكرا. حاسه البيت فيه هدوء، شكلي فيه مصيبه، حاسه انا عاملها لي. شوف ايه ده، ايه ده اللي انت عامله في الصاله ده؟ ايه حسان ده؟ عايز ايه؟ استنى استنى استنى، ايه اللي عايزه؟ ايه اللي انت عامله في الصاله ده؟ فيش بلع والله. وبترمي القشه في الارض، وكمان جايب الكاتل لحد عندك، والشاي والسكر والعصير، ومظبط نفسك، وازازه الميه والمخدات والحاجات دي كلها ليه كده؟ طيب والكرسي وقع ليه؟ نفسي زهقان قلت اقوم اكد عليك. عيت نفسي زهقان مش حاجه اعملها قلت اقوم اكد عليك. يعني هو ده اخرك يعني؟ انت خدت التلفزيون كتبت الدنيا كده والمفرش والحاجات دي كلها وكل ده كده شلته؟ شفت حاجه جديد واسع. طب على فكره الباسكت هناك اهو، ممكن تحط فيه. لا وناكل الباسكت ليه؟ ما انت ما تسيبوهوش عشان تنضفه. انت شايف كده؟ ماشي، بس انا مش هعديها لك. مش انت بدأت التحدي؟ انا مش هعديها لك. استحملي. ماشي هستحمل هروق، بس انا مش هعديها لك يا حسان. ها؟ ماشي. بقول لك حاجة حلوة؟ ولا حاجة جامدة جدا. عارفة هي؟ ايه؟ اخبطي دماغك في الحيطة، بس بلاش حتة دي عشان دي مش عندها، مش مسلح. دي لا بصي، خدي في عرق هناك اهو، بعزم ذكر ربنا خش بدماغك. اخش بدماغي؟ هو مش انا اللي اخش بدماغي، في حد تاني اللي يخش بدماغه. اعملي شاي قريب ان شاء الله. والله ما شوف اعملي شاي. لا مش عايزه. عادي بنتي ايه مش كده، مش عايزه. انا بص انا يعني انا بستحمل وبصبر، بس في ناس تانية ما بتصبرش وما بتستحملش باللي بعمله. بص عموما خلصت الحمد لله. والدنيا كده تمام الحمد لله. شربت الشاي وكلت اللب وظبطت نفسك خلاص؟ لا كده كده مرضي، مش عارف والله. بصي هو انا دلوقتي الدنيا نضيفه هعرف يعني. انا عموما هحاول اتصرف معاك. حرام عليك بجد. اهم حاجه بقى اهم حاجه بس الدنيا تنضف. استني كده استني، مش اصل كانت مفروضه في تعبانه نفسيه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بيت الله ورائي البيت، بيت ما ينفعش والله النظام ده. انا هتصل بمامتك تيجي تشوف القرف اللي انت عاملاه في نفسك ده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ روقت ايه العفانه دي؟ حسبي عليك ولا اقول ايه بالظبط؟ هتصل بوظيفتك تشوف. هتحاسبن عليك ولا اقول ايه؟ لا ايه ده ايه ده؟ انا هخش البيت اجيب بالمنظر ده؟ بتخش البيت اهي. ماشي انا هوريك البيت هيبقى عامل ازاي. انا اهم حاجه بس قلت لك ايه، خلي بالك من بيتك يا بنتي. انا هوريك البيت هيبقى عامل ازاي. ماشي تستحمل تزور ده مكان افضل. ماشي مش هرجع مش هرجع. بص لا سهله قعدت 24 ساعه هنا. اقعد ده انا هبلطك. بص في الممر هقعد في كل حته، حطي في المطبخ. الدور الجاي على المطبخ صحيح، الحته اللي توجعك. احنا النهارده خلصنا الصاله، بكره ان شاء الله على المطبخ. استحملي بقى نقطه ضعفك. طيب كده طيب ماشي. انا موجود عشانك كده يا بنت. انا مش هتتهول، انا بقول انا هتتهول. تعمل ايه؟ بشرب. طيب انت
طيب وبعدين ايه اللي بعدين تعملي تاني؟ حطها في التلاجة. هتحطها فاضية؟ لو لقيتها فاضية، لو لقيت ازاي حسين في التلاجة فاضية انت حر. الجو حر والواحد عايز يشرب ميه، لو لقيت ميه فاضية انت حر. ايوه ما طولك اروح. ايوه جدع شاطر شاطر شاطر. ايوه شوح شوح. ماشي ماشي. انت يا عم انت يا عم تعالى كده تعالى لي. انا عايز افهم ايه اللي تعمله في المطبخ ده. مطبخ؟ انت عملت ايه في المطبخ؟ ايه اللي انت عامله ده؟ ها؟ هو انت مفيش حد قدك يعني؟ مفهمني. ايه المشكلة؟ انت غيرت مكان السكر والشاي ليه؟ عايز تتخانق. غيرت مكان السكر والشاي ليه؟ معلش انا اسف. معلش انا سكر وشاي. دول؟ اه دول؟ حاضر يا ماما. ما تغيرش حاجة بعد كده. ما تغيرش حاجة. المطبخ ده بتاعي أنا. ما تقولك أروح. خلاص؟ خد هنا. خد هنا. إيه اطلعي من دماغي. تمام. تمام تمام. هتعملي إيه؟ ولا حاجة. ماشي. شوح شوح.